الزقاق الضيق، وفي هذا المنزل الذي يتخطى عمره 70 عاما يخرج خير واسع يجسد صورة من أعظم صور التكافل والعطاء الذي عرفت به مصر على مدار تاريخها. تكية الحاجة زكية واحدة من أقدم التكايا الصوفية التي حرص أصحابها على بنائها بجوار مقامات آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام بحي الجمالية بجوار جامع الحسين والأزهر الشريف. التكية حاليا يعني أو الساحة أو المضيفة أو الرباط دوت مكان بيقوم على إطعام الطعام و إحياء الليالي بالذكر وإقامة ما يسمى بالحضارات الصوفية. في أنشطة تانية جانبية اللي هي مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين، اللي دوت يعتبر يعني نشاط لا ينفصل وجزء لا يتجزأ من رسالة الصوفية أو اللي هم أهل التكايا أو الأربطة أو الساحات أو المضايف. حلقات ذكر والوجد الرباني والصفاء الروحي كلها طقوس محمودة يحرص على أدائها المترددون على تكايا الخير التي يهب المتطوعون فيها أوقاتهم لخدمة عابري السبيل من مطعم وسكنى. هذا الإيمان بالعمل الخيري ينتقل بالوراثة إلى الأجيال الأصغر من أبنائهم. سمع الله لمن حمده. الحاجات دي بناخد منها حسنات كتيرة، حاجات لا تعد ولا تحصى. الحسنات دي بحس ان معاناة الفقير ازاي بيكافئ عشان ياخد الحاجة دي، بيدور على الأماكن اللي يكون فيها ساحات عشان ياخد الأكل. الحاجة زي كده عاملة الساحة دي بقالها كتير جدا، والخير ده متواصل لحد دلوقتي، لحد ما أنا موجود وكل موجود. الخير ده لا ينتهي مهما حدث، لا ينتهي ولا ينتهي. سعيد ان انا بعمل ده لوجه الله. بيجوا يقول يعني امد لحد اكل، يدعوا لي وهما بياخدوا الاكل ومبسوطين وسعداء جدا. ببقى نازل سعيد ان انا هطبخ للمساكين، بعمل كل حاجه برضا والحاجه بتكون طالعه حلوه. مش حاسس ان انا اللي بعمل حاجه، بحس ان اهل البيت هما اللي بيعملهم. التكية ليست كما يعتقد البعض مصنوعا سينمائيا أو خيالا دراميا من وحي إبداع المؤلفين والكتاب، بل هي الخير بعينه في أبهى صوره. فإطعام الطعام وغيره من صور العطاء الإنساني هو ما يجعل الخير مرتبطا باسم مصر على الدوام. يعني لو جينا نحسبها بالورقة والقلم مش هتمشي، لكن هي كده بركة من الله ومدد من الله. الأماكن دي بتعلم الإنسان إن هو يخرج عن شح نفسه. العطاء دوت يعني متعة لا يشعر بها إلا اللي بيمارسها. فإن أنت تعطي من جهدك ووقتك ومالك وروحك للمسلم، أو والله حتى كمان من ديانات أخرى بيجوا يعني يستشعروا الراحة هنا والمدد أو البركة إذا إنجاز التعبير. فدوت شيء تجربة، حتى في مصطلح صوفي يقول لحضرتك من ذاق عرف. تكية الحاجة زكية ليست حالة فريدة في مصر، بل تتجسد هذه الفكرة بشكل أكثر شمولا في شهر رمضان الكريم تحت مسمى موائد الرحمن.